هذا وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 198 فلسطينيا وإصابة أكثر من 1600 آخرين في القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، كما استشهد شاب برصاص قوات الاحتلال بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن غرب رام الله. يأتي هذا فيما تواصل القوات الإسرائيلية قصفها لمناطق في القطاع بعد تعرض المستوطنات المحيطة بغزة لقصف واشتباكات من جانب الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة. كانت الفصائل الفلسطينية قد أعلنت عن إطلاق مئات الصواريخ باتجاه إسرائيل والمستوطنات المحيطة بغزة، ما أسفر وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط عن مقتل 100 إسرائيلي وإصابة أكثر من 1000 آخرين. هذا وأعلنت سلطات الاحتلال حالة التأهب واستدعاء قوات الاحتياط على أثر الأحداث الراهنة.